في كل دول العالم، في كل دول العالم رئاسة الجمهورية هي إدارة معينة تتمثل في الرئاسة، والجيش هي إدارة عسكرية لديها استقلاليتها في كثير من الأمور، ولديها دورها ولديها أهميتها. القضاء، كل هذه المؤسسات، كل مؤسسة لديها دورها، ولا يمكن للدولة أن تستمر أو تتواصل إذا لم يكن هناك تكامل. فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حقيقة، ولكن هل هذا الرئيس جاء من المؤسسة العسكرية؟ هل الرئيس كان عسكري ويعرف دواليب المؤسسة العسكرية؟ نعم، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتم الرجوع إليه في كل القرارات وفي التعيينات، ولكن هذه الأمور تأتي من طرف العسكريين، تقدم له من طرف العسكريين، ونحن نعلم أن لديه مستشارين بينهم من كانوا جنرالات في المؤسسة العسكرية، ونذكر الجنرال مجاهد الذي هو مستشار أمني وعسكري، والجنرال مجاهد يعرف العسكر من الداخل أكثر مما يعرفه الكثيرون. لذلك أن رئيس الجمهورية عندما يتخذ قرارات في تجاه الجيش فهو يتخذها بناء على التقارير التي تعطى له من قيادات الجيش ومن قيادات الأركان، أن حتى موافقته على التعيينات يوافق عليها بناء على الاقتراحات تأتيه من المؤسسة العسكرية، لأن الرئيس لا يمكن، هذا الرئيس لم يأتي من المؤسسة، هو مدني، هو مدني في مساره وحياته كله، لم الفترة الوحيدة التي قضاها هي فترة الخدمة الوطنية. لذلك إذا كان فترة الخدمة الوطنية تعني أنه عسكري، فكل الناس عسكريين، حتى الذين يتحدثون ويعارضون على أساس أنهم يطالبون بدولة مدنية وهم أدوا الخدمة العسكرية، إذن هنا نقولون أنتم عسكر. إذن يجب أن نفهم هذا، أن العلاقة تكاملية، العلاقة لديها نسق معين، ليس الطرف العسكر طرف والرئيس طرف وهناك هذا يضرب في هذا، لا أبدا، هذا كلام فارغ ولا يمكن أن يحدث. حتى كبرى الدول الديمقراطية لا يمكن أن تتخذ الرئيس المنتخب إجراءات تجاه المؤسسة العسكرية إلا بناء على معطيات تأتيه من طرف الأجهزة الأمنية، تأتيه من طرف قيادات الجيش، قيادة الأركان. حتى في إذا اتخذ قرار حرب، نجد مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يريد أن يتخذ قرارات خارجية تتعلق بقوات المسلحة أو بعمليات عسكرية في الخارج، قبل ما يتخذها يجتمع مع العسكريين وهم الذين يشيرون عليه ويتم إجماعهم على رأي، وهو فقط يصادق على هذا القرار. هل هذا معناه أن الرئيس ترامب خاضع للمؤسسة العسكرية، أو أن من يحكم من في أمريكا العسكر أم لا؟ قوة الدولة هي في قوة أجهزتها العسكرية وأجهزتها الأمنية وأجهزتها القضائية وكل الأجهزة الأخرى، هنا تكمن. ولكن إذا أردنا أن نأخذ بالترتيب سنجد أن قوة الدولة التي تحميها هي القوة العسكرية، الدولة هيبتها من هيبة مؤسستها العسكرية. لذلك لا يمكن أبدا للرئيس أن يتخذ أي إجراءات تجاه المؤسسة العسكرية دون العودة إلى أصحابها. حتى في القضاء مثلا، هل يمكن رئيس الجمهورية أن يعرف كل الناس ويعين القضاة؟ أبدا، يعين هؤلاء بناء على ما يأتيه من وزارة العدل التي هي أدرى بأمور القضاء. نفس الشيء في القطاعات الأخرى، القطاع الشرطة، الحماية المدنية، كل الأجهزة هذه هي التي تعين وتتخذ وتقدم مقترحاتها إلى الجهات التي لديها صلاحية المصادقة على هذه القرارات. إذن الذي يطرح مثل هذا السؤال فهو يتخيل أو أنه ضحية أجندة معينة، أنه هناك صراع كبير بين الرئيس والجيش، وهؤلاء الذين صوروا هذه القضية ماذا يفعلون؟ أوهموا الناس بأن الشعوب هي التي تحكم فقط. عندما تسألهم من هي الشعوب سيراوغون، يعني أنه الناس اللي يخرجوا الألف ولا الألفين اللي يخرجوا يتظاهروا هذم هم الشعب. لا يا بني، الدولة الجزائرية فيها أكثر من 40 مليون، 45 مليون مواطن، هذا هو الشعب. ومن يقرر بأن هذا القرار شعبي هي صناديق الاقتراع. نعم، هي صناديق الاقتراع،
هي التي تقرر أن هذا القرار شعبي أم لا. أما أنه تقرر بعدد حسب الصور الناس يتواجدوا في الشارع، تصور لي تقول لي أيضا الألاف كل الشعب في الشارع، لا أبدا. الشعب فيه الهيئة الناخبة فيها ما يقارب 20 مليون، ما تقرره الهيئة الناخبة هذا هو القرار. هذه في الدول الديمقراطية. في الدول الأخرى التي لديها نظام حكم آخر ملكي أو نظام حكم ينبني على البيعة أو أنه لديها مجلس لأهل الحل العقد، هذا شيء آخر. آخر القرارات تقرر بصيغة أخرى، ولكن في نموذجنا نحن الجزائري القرار الشعبي هو الذي يتقرر عبر صناديق الاقتراع. إذا كان أنت ترفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتبقى لي تتحدث باسم الشعب، من خول لك أنك تتحدث باسم الشعب؟ أنت جالس لي فقط على الفيسبوك يتابعوك 6000 ولا 7000 اللايف تاعك، معناها خلاص الشعب كل معاك؟ والذي يثبت لك بأنهم كلهم أجانب، أن هناك جهات أجنبية تحرك صفحات معينة حتى ترفع لك عدد المتابعين. ونزيد نجزم لكم كذا أن هناك أجهزة استخبارية لدول معينة تدافع عن الفوضى الهلاكة في الدول العربية، هي التي تقوم بمساعدة الترويج إلى بعض الأشخاص حتى يسحرون الجمهور. الجمهور عوام، ما تقول لي أن كل الناس يدركون الإعلام، هم يخادعون الناس. أنت شوف، وصلنا إلى أمر أن كل من هب ودب يمارس الإعلام، هذه كارثة. يعني كل من هب ودب بمجرد ما يدير صفحة في الفيسبوك يصير إعلام، يصير عنده 500,000 ولا 100,000 متابع، معناها صحيح خلاص صار إعلام. يصير يجيب لي شهادة ميلاد نتاع شخص معارض يجيبها من البلدية نتاعها يعطيها، يعتبرها سبق صحفي. يا عزيزي، شهادة ميلاد تاع شخص مسؤول، حتى كون يكون مسؤول، كون تجيب لي شهادة ميلاد رئيس تبون، عقد زواج الرئيس تبون، هذا لا يعتبر خبر إعلاميا، لا يعتبر خبر. هذه فضيحة بمعنى الكلمة. يعني تجيب لي شهادة ميلاد شخص، ولا تجيب لي شخص أراه توفى شهادة ميلاده معناها، ولا شهادة وفاته معناها، هذا خبر. للأسف الشديد أنه هؤلاء الناس أوهموا، يلعبوا على وتر كلمة الشعب، والشعب راهي كل الناس، أليست مجموعة أقلية؟ كم الناس يتظاهروا في الشوارع الآن، اللي يخرجوا في الشوارع يعدون على الأصابع، نسبة قليلة جدا. هل من المعقول أن هذه الأقلية نطلق عليها الشعب؟ لذلك عندما الناس ترفض صناديق الاقتراع وترفض الانتخابات، هي تريد أن تبقي هذا الشعار، المطالب الشعبية، نحن نتحدث باسم الشعب، نحن أحرار الشعب، كلها فقط من أجل تغذية مشاعر الناس ودفعهم إلى ما لا يحمد عقباه. أنا معكم أن هناك فقر، أن هناك معاناة، أن هناك فساد في الجزائر، وهذا كله يحتاج إلى الإصلاح، لكن هل هذه الوسيلة التي تدعو إلى الفوضى وتدعو إلى المواجهة يمكن أن تؤدي إلى الخير؟